بسم الله الرحمن الرحيم، باسم معتصمين النجف الأشرف خرجنا مساندين لشباب الناصرية، لمهلة الناصرية، مهلة الوطن، بعد أن عجزنا مع الحكومة الشمطاء لمدة 70 يوما أو أكثر من 70 يوما من السلمية. خرجنا مطالبين بأبسط حقوقنا لم يعطونا إياها، والآن نحن في تصعيد مستمر من اليوم وإلى أشعار آخر إلى أن تتنفذ مطالبنا. لن نقف ولن نتعاجز أبدا عن هذا التصعيد الذي يحدث. سنقطع جميع الطرق الرئيسية والفرعية إلى أن يعطوننا الحق من مطالبنا. نحن متظاهرون النجف الأشرف، خرجنا وسنبقى خارجين ضد الدولة الفاسد. بسم الله الرحمن الرحيم، بعد انتهاء مهلة الناصرية المحددة ب7 أيام، قرر المعتصمين في جميع المحافظات المنتفضة البدء بعمليات التصعيد السلمي في جميع المحافظات المتمثلة بقطع الشوارع والطرق الرئيسية والطرق السريعة الرابطة بالمحافظات بعضها بالبعض الآخر، وذلك من أجل الضغط على الجهات الحكومية وحكومة الأحزاب والبرلمان في تنفيذ مطالب المحتجين والضغط عليهم بالإسراع في اختيار رئيس وزراء مستقل وفقا لما طرحته من شروط ساحات الاعتصام. جميع الطرق في محافظة النجف تحديدا قطعت، الطرق الداخلية والطرق الخارجية، كذلك الرابطة بالمحافظات في كربلاء والديوانية والحلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صار لنا أكثر من 100 يوم على تظاهراتنا السلمية التنسيقية الغير تابعة لا الحزب ولا جهة مسؤولة ولا مرجعية دينية. كل احترامنا للقوى الموجودة الدينية أو الاجتماعية، لكن احنا اليوم طلعنا ما حد يمثلنا. صار أزيد من 100 يوم شهداء وجرحى انطينا خير من الله، ولحد الآن القمع مستمر، لحد الآن مطالبنا ما تحققت، لحد الآن الحكومة هاملتنا، وفوق هذا دخل البرلمان بعطلته التشريعية مدة 1.5 شهر، ورغم انه المهلة التشريعية لتحديد رئيس الوزراء شخص رئيس الوزراء انتهت، هم عطلوا البرلمان وما قدموا لنا المرشح اللي اختارته كل سوح التظاهرات. وتضامنا مع خطوة اللي اطلقتها محافظة الناصرية بمهلة الناصرية، احنا اليوم انتهت المهلة. النجف الأشرف بلشت من أول البارحة بالتصعيد السلمي كخطوة أولى لتحقيق للضغط على الحكومة حتى تحقيق المطالب. كانت الخطوة عبارة عن غلق الشوارع وحرق تايرات حتى نقطع الطرق بكافة الشوارع الرئيسية المؤدية للمحافظة، منها الطرق اللي تربط بين كربلاء والنجف، أبو صخير، جسر الإمام علي، داخل المدينة كذلك الجسر الأسكان، كافة الجسور كلها انقطعت، شارع المطار أيضا. هاي الخطوة إن شاء الله إذا ما استجابت الحكومة لمطالبنا راح يصير تصعيد أكثر. نتمنى تتحقق مطالبنا. لا يهزنا خوف، لا يهزنا قتلهم، لا يهزنا اختطافهم. إحنا اليوم صامدين وباقين بإذن الله. ورسالة منا أوجهها لعلي خامنئي. علي خامنئي، اسحب ذيولك، اسحب أذنابك من العراق، كفاكم قتل بالناس، كفاكم تشهير باسم الدين، اتخذتم الدين ذريعة وغطاء لنظامكم المستبد السياسي، كفاكم، انهوا صراعاتكم بين الدول الأخرى خارج العراق. نعم السيادة، احنا من نحكي نجيب طار إيران لأن جاي نشوف تدخلها. ما يدور بين الدول من علاقات هي عبارة عن تبادل مصالح، مو قضية الدين. انتهت هاي الحروب، كافي، كفاكم، الدين لله والأرض والبلد إنه للشعب، الوطن للشعب. ماكو دوام، ماكو وطن، ماكو دوام. منيح.
نحن متظاهرو النجف الأشرف قمنا بغلق الشوارع الداخلية والخارجية كخطوة تصعيدية للضغط على البرلمان لتحقيق مطالب الشعب العراقي وإيجاد رئيس وزراء حسب الشروط المتفق عليها، ونحذر البرلمان من التسويف والمماطلة، وإلا سوف تكون لنا خطوات تصعيدية أقوى تبدأ بغلق المطار، وسيكون لنا تصعيد عالي المثيل ليس له سابق، وسوف يرون كيف تكون قوة الشعب ضدهم، وإن شاء الله مستمرون بالتظاهرات والاعتصامات والتصعيد حتى تحقيق المطالب. هذا الشارع حيوي، شارع المطار مقطوع، وأيضا قطعنا الفلكة المؤدية للمطار، بالإضافة إلى أنه قطع تم شارع فلكة الزهراء، وتم قطع جسر القريب على مستشفى الصدر، وتم قطع شارع نجف أبو سخير المؤدي إلى الديوانية، وتم قطع شارع نجف كربلاء المؤدي إلى كربلاء، وتم قطع شارع النجف المؤدي إلى بغداد. حج احنا نقول للهادي العامري والعادل عبد المهدي والعمار الحكيم، ذول الشخصيات اللي بارزة بس هم ناصية، مو بارزة ناصية، هاي واحدة. الثاني أحسن من معارضتكم اللي اجتنا 91، تذكرون لا تقولوا احنا مجاهدين، هاي احسن معدها، لان شبابيه مثقفه لا حركه الدوائر. انتم اللي جيتم 91 تصورون لا تصورون، قتلت الجندي العراقي، ذبحت الامه كلها، قامت الفوق تحت، ولا على نتيجتكم فاكسه، والشعب عرفكم، فانتم ما لكم وجه. اما تصلحون نفسكم بقرارات صحيحه وكل واحد يعرفها، حتى الطفل اللي بصف السادس بالبدايه يعرفها، واما انتم فاشلين، مصيركم مصير صدام حسين. خليت الشعب يترحم على صدام حسين، وكل الشعب يترحم على صدام حسين، وانتم مخلفات شنو جهله هم افضل، هم الجاهل عنده قانون ويمشي عليه، كفره هم الكافر عنده قانون يمشي عليه، واحنا نطلب الفرج من الله. السلام عليكم. طبعا انا طالع اليوم على ويا اخوتي المتظاهرين نطالب حقوقنا المسلوبه. احنا نريد وطن، لان احنا نريد وطن يهيس بمعاناه المواطن اللي هذا يعني صار لنا 16 سنة، كل شيء ما شفنا من هذا الوطن، سياسيين فاسدين، نهب بالأموال، كل شيء يعني فساد تام، فساد إداري، فساد تام مثل ما نقول عليه. احنا طبعا ما راح نسد الطرق كلهن ولا الحالات، احنا راح نسد مؤقت إنه، يعني شنو؟ مثلا عندنا حالة طارئة، إسعاف المستشفى هاي نخليها تعبر، حالة تدني طارئة نخليني عبرن. بينما اكو بعض السيارات والسائقين متهورين بارحة، عدم تعاملهم ويانا باحترام، يعني حتى سحبوا سلاح علينا، احنا شنو بس ما تعاملوا ويانا بادب ولا باحترام، سحب سلاح علينا. اليوم احنا سدينا طبعا الطرق الخارجية والطرق الداخلية اللي بالنجف تضامنا مع اهل الناصرية اخواننا المتظاهرين، هذه كخطوة أولى للتصعيد في عموم المحافظات العراقية. طبعاً إحنا إذا ما نسوي هيك ما راح يصير حل، لأن السياسي راح يبقى يباوع وقاعدين مع البرلمان وكل شيء ماكو. إحنا لازم نسوي هيك خطوة، حتى خطوة أولى هذه. إحنا مظاهراتنا سلمية وراح تبقى سلمية. واحد اثنين ثلاثة مظاهراتكم شنو؟ سلمية. اشتردوا وطن.
ناس قاعدة على الطالب والطالب تريد حقوقها. يا حقوق لا الشايب له حق لا الطالب له حق. يعني القانون ماكو، الدولة تبوق والشعب واقع فيها. يعني شو يسوون؟ تعال يعني هاي اللي أفضل شيء عنده يسوي هو هذا صحيح كله غلط، هو كله سلمية شغلاتنا. أنا كل شيء ما عنده بالشعب، هذول الطلاب كلها ناس كسبة ماكو عمل. يعني البرلمان حرامية، حكومة مو حكومة، هاي عم يريد لنا حكومة عادلة. هل الناس اللي الكسبة قاعدة همنا عينهم عليها زين؟ يعني شو تسوي؟ تفضل هاك هسه ما حد ما يقبل بيها، بس ما حد ما هذا يسوي يعني هذا ما يجوز، بس واحد ما يقدر. هاك تفضل كلها على الطالب والطالة، وهاي كلها هي غلط، وهاي كلها تابع عنا. بس المن تعال وين تروح؟ تعال هذا الشاب يريد حقه. تعال بويا. يا ابو وليد 99 خريج جامعة مرحلة، جامعة مرحلة ثانية. تفضل من يرضاها؟ أنا أتهم يا هو يا حكومة يرضاها؟ يعني هذا لا يطلع خارج البلد ها هم إلى حقوق بلده ولا حقوق، ما تقولي وين يروح بعد؟ الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله. على الحكومة هاي الباطلة، حكومة باطلة، حكومة باطلة، والله وأهل البيت ياخذ حقنا من عندهم ونضل دوم احنا وراهم ان ما يسقطون الحكومه. احنا حتى الدوائر سديناها، لحمناها بالحين، اريد حقوقنا منكم، ما حصلنا حقوق، هاي اولادنا الطلاب ما حصلت، احنا ما حصلنا منكم، كنا راديو وقالت عسكري النظام السابق، حصلنا كل شيء ما حصلنا، بس اولادنا نطمين، مساعدين المدارس، حارقين الامه العربيه، ليش تروح حقوقنا؟ تروح حقوقنا حضرنا، ما عندنا حقوق. عراقيين ما حد يعطيني، اهل الجيم ما اعطانا حقوق، الرئيس ما اعطانا، اهل الجيم ما اعطانا، نورين ما اعطانا، ظلينا احنا، اولادنا بالمدارس، اولادنا يريدون يشترون، يناكلون، ما حصل شيء، كل شيء ما حصل منكم، كل انت حصلنا، ما حصلنا منكم، والله ما حصلنا منكم، كل شيء ما حصلنا منكم، بس الدمار بيكم، دمرتونا، عذبتونا، تعبتونا، كل شيء ما حصلنا. شنو سويتوا لنا يا مجاري؟ سويتوا لنا تبليل؟ سويتوا لنا اولادنا عدلتوها؟ ماكو. احنا على مود هاي سدينا اليوم شواريع، صار لنا هاي ثلاث ايام سادين شواريع، هو اكثر هذا ثالث شهر صار ثلاث اشهر سادين شوارع، مو بس اليوم، وبعد السد ما تعطونا حقوقنا، حقوقنا احنا نريدها منكم، حقوقنا على المدارس، هاي الطلاب، هاي تعال شويتوا لنا تبليل، عدلتونا. احنا كبار كل شيء ما اعطيتونا، تعبنا من نظام سابق ما حصلنا شيء، كل شيء ما حصل منكم، شنو حصلنا؟ شنو فايدة؟ جيبكم على الشعب، الشعب منكم، انتم اللي شو تعاونونا، وين المساعدة؟ مساعدة الناس، مساعدة الفقراء، هذول تجاوز قاعدين ما عندنا، لا احترمتونا شعبنا، لا احترمتوا اولادنا، امنا الطويل العريق، هاي صار ثلاث شهور كل شيء ما حصلنا، ماكو حتى ما بيها، هذول قاعدين ماكو، احنا ماكو، شنو سويتوا؟ كل شيء ما سويتوا، عمي طلعوا تفونا شركم، ما نريدكم، تعبتونا، هضمتونا، بكيتونا، والله ما خليتوا علينا، ظلمنا احنا، احنا ما مرتاحين، شنو مرتاح منكم؟ والسلام عليكم. بالنسبة للناس اللي جاي تنتقدني وتقول لي ليش احرق؟ من انشمر دخانية وقنابل مشيلة للدموع ومنتجين براسي واتأذى بدخانها عادي، بينما حرق التايرات لا يسوي لي غمازات. عمي استقروا، احرق دخانات ما يأذي، احرق التايرات ما يأذي، هذه تأذي ولا هاي ما تأذي، خلصت هذه. نرجع لنا المن نقول لي انت مو سلمي، لا عزيزي انا سلمي. حرق التايرات والعفو حرق الاطارات شرع لي الدستور ومن ضمن التصعيد السلمي. بلشنا تصعيد سلمي من خلصت مولة الناصرية اللي هو من البارحة. بدينا حاليا تصعيد بالنجف الأشرف، سدينا المداخل مال النجف وسدينا داخل النجف. قطوعات اللي صارت بالنجف حاليا تقاطع الأسكان ومستشفى الزهراء، تقاطع ساحة السلام، بلشنا شارع الصبات، تقاطع النفقين العسكريين جوا مجسرة ثورة 20،
شارع المدينة تقريبا بدأت تنشل الحركة داخل النجف. طبعا اليوم احنا كنا قاطعين الطريق مال نفق المختار حي ميسان، فاثناء ما كنا قاطعين الطريق اعتدت علينا مجموعه ما نعرف منين ما مين، فجاه يعني اعتدوا على شباب ربعي اللي وياي، حاليا ربعي بيهم مكاسير اللي هم مضروبين اللي براسه واللي برجله. هاي المجموعه احنا صورنا سياراتهم، صورنا ارقام سياراتهم، وحاليا راح نقيم دعوه عليهم بالمحكمه وراح ناخذ حقنا. احنا كمتظاهرين كتصعيد سلمي قطع الطرق الداخلية والخارجية وغلق الدوائر الخير خدمية، دوام ماكو، لا مدارس لا جامعات ماكو، توقيف الحياة، عصيان مدني ومظاهرات سلمية، يعني ما عندنا لا اعتداء على مواطن ولا هاي، بس الموظف يعني البصة حنطلع والباقي غير موظف يعني شرطي وكلاي كله ما نطلعها يعني، وغلق الشارع مستمر، تصعيد سلمي حق تحقيق المطالب مالتنا. يعني حتى لو يجيبونا رئيس واحنا ما نريده، لا ما نريده، هم نظل مستمرين نقطع الشوارع ونحرق يعني عادي، سلمي كله سلمي، ولا نتجاوز ان على دائره نحرقها ولا هاي، واللي يمثل اللي يحرق دائره هذا مو من عندنا، هم يعرفون منين، لان احنا مظاهرات سلميه ما نحرق، لا نحرق لنا دائره او لا مقر حزب، لان هم يجيبوها الاحزاب بيناتهم يتعاركون ويحرقون دائره حزبيه او في شيء يحرقون مقر هاي بلوها براس المتظاهرين، فاحنا سلميين ان شاء الله وصامتين وما تنشال الخيم وابد ما من ضالين سنه سنتين عادي، شو وقت ما المده مفتوحه التصعيد مالتنا السلمي وعاد ضالين وما مننا ان شاء الله. فالخطوه الثانيه غلق عام وانقطع جميع الشوارع، يعني حتى اللي يدخل للنجف هم نقطع، يعني من السيطرات داخليه والخارجيه، حتى السريع يعني مال بغداد من النجف وبغداد هم ينقطع ان شاء الله، وغلق الدوائر يعني كافه الغير خدميه، مو الخدميه مثل الدفاع المدني مراكز الشرطة المستشفيات مفتوحة، بس الدائرات الباقية كل الدوائر نغلق إن شاء الله. تضامنا مع المهلة اللي انطلقت من الناصرية باسم مهلة الناصرية بالتصعيد السلمي، احنا كمتظاهرين النجف الأشرف مشاركين في التصعيد السلمي القانوني لكي تكون محافظة النجف نموذجا للتصعيد السلمي، حتى نضغط على الحكومة المماطلة والمسوفة للمطالب اللي احتجينا على مودها. احنا صارنا اكثر من 108 يوم في ساحات التظاهر،
لحد الآن مماطلة وتسويف بكل مطالبنا، لحد الآن استهزاء من البرلمان ومن كل المسؤولين. عندما أمهلت الناصرية الحكومة 7 أيام مهلة، لم نجد أي تحرك من أي سياسي أو من أي برلماني أو من أي وزير عراقي على المطالب. وربما هم يعني مو ربما يعني متأكدين 100% هم استهزأوا بمهلة الناصرية. وإن شاء الله إن شاء الله كل المحافظات هي مستمرة بالتصعيد السلمي القانوني، حتى ما يقولون يا بس ساعة يقولون طعون علينا جوكرية، ساعة يقولون علينا ديوت، ساعة يقولون علينا أشكال أشكال. التصعيد السلمي هو معروف والقانوني معروف. بعض الأحزاب زجت بأحفادها بين المتظاهرين لكي يشوهوا سمعة التصعيد السلمي، بحرق صور الشهداء أو بحرق مقرات خاصة أو عامة. هذا الشيء إن شاء الله نقدر نتغلب عليه، وإحنا أشخاص معروفين متظاهرين معروفين. السلام عليكم. اليوم إحنا طلعنا تضامناً ويا مهلة الناصرية، واحنا قاعد نحرق، واحنا قاعد لما نخلص حرق قاعد ننظف، لان احنا احرص من مدينتنا على مدينتنا من غيرنا. احنا ما جاي نخرب، احنا طلعنا صبغنا الانفاق وصبغنا الجسوره، فاحنا طلعنا لهاي لسبب واحد، ان شفنا الحكومه ما انتبهت لنا، ما عبرت صوتنا. صار لنا 100 يوم احنا معتصمين بالنجف، ما حد اجى وشاف شكوى عندنا شنو مطالبنا، ما حد انتبه لنا، والبرلمان يجي ياخذ له شهر ونص، فاحنا ما لقينا طريقه نوصل صوتنا بها غير هذا. ولا يجي واحد يقول مخربين، احنا عندنا طرق للحالات الخاصه، للمستشفيات، للطوارئ، وما قاطعين طريق على الحالات الخاصة، إنما تصعيد سلمي. ولما قاعد نخلص قاعد نظف قدامكم، هذا نظفناه كله، وإحنا مو مخربين، إحنا للسلمية. طبعاً معذرة من إخواننا المواطنين النجف، بس إحنا شنو اضطرينا نقطع الشوارع واضطرينا نسوي خطوات تصعيدية، لأن شفنا الحكومة ما جاي تستجيب. كل إحنا نعرف مطالب الشعب، وما شاء الله يعني مطالب الشعب معروفة، ماكو واحد ما يعرفها، بس هاي خطوات تصعيدية. وبنفس الوقت شلون ماكو تيمات جاي تحرق وجاي تقطع الشوارع، اكو تيمات جاي تنظف، واحنا الحمد لله جاي ننظف الشوارع وبكل سلميه، وخطواتنا كلها سلميه ان شاء الله. طبعا قطع صار للشوارع الرئيسيه، يعني الرئيسيه بالنجف اللي هي يعني على الدوائر، وهاي ما صار قطع بالشوارع الخدميه وشوارع المستشفيات. وحتى لو صار قطع بشوارع المستشفيات اكو فت خط للطوارئ على مود تفوت من المستشفيات، وبكل مكان اكو جماعه ينظفون، مثل ماكو جماعه يحرقون اكو جماعه ينظفون وراهم، نفسهم متظاهرين وهم من صحة الصدرين. بس هذا بدك تكرز ولا بتبيع؟ مو بيجي. شنو هذا؟ من الله. بس شوية مرخصة.